وللحديث أكثر عن صراع الميليشيات على المناصب وجدلية تشكيل الحكومة المقبلة ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي والباحث والسياسي نوري حمدان. أهلا بك معنا أستاذ نوري. أهلا وسهلا بكم، شكرا لك على هذه الاستضافة وشكرا وأهلا وسهلا بمتابعينكم. حياكم الله أستاذ نوري. بداية، اتصالات ولقاءات متكررة بين الكتل الفائزة والخاسرة بالانتخابات الأخيرة في العراق، ما الذي تعني هذه اللقاءات وفق رأيك؟ يعني الحقيقة هاي يعني تعودنا على هذه اللقاءات، لأن هذه اللقاءات تجري بعد إجراء الانتخابات ل يعني لإنضاج أو للاتفاق حول الطبخة التي ممكن أن يتفقوا عليها لتشكيل الحكومة، وهي عبارة عن توزيع الحصص وتوزيع المغانم لا غير ذلك، لأنه هم ينظرون جميعا للحكومة بأنه هي يعني مكاسب وليست هي مسؤولية أخلاقية، مسؤولية إدارية، مسؤولية وطنية تجاه شعبهم. هم يفكرون كيف ممكن يحصلون على مكاسب من هذه الحكومة، فبالتالي تشوف التسابق وتشوف الصراعات وتشوف اللقاءات ترتفع وتيرتها، خصوصا مع اقتراب المهل أو المواعيد الدستورية في يعني لحسم هذه القضايا. علت المفاوضية كما تعلمون بالنتائج، ورفض من رفض وقبل من قبل، وهم يقولون بأنه هنالك من يقول يعني نجعل حكومة يعني توازن، وهناك من يقول حكومة أغلبية، ولكن في نهاية المطاف هم يتفقون على شيء ممكن أنه يرضي الجميع، بالتالي هي يعني تعود الكرة في ملعب المحاصصة التي تعودوا على تقسيم المحاصصة، تقسيم المكاسب عليها لا أكثر ولا أقل. نعم. حقيقة حتى الآن هل يبدو لك الوضع، يعني هل سوف يتمخض شيء عن هذه الاجتماعات واللقاءات، أم أن الخلاف هو الذي يعني يسود الموقف؟ نعم، هو شوف، أكو تقارب وأكو اتفاق وأكو خلاف، ولكن شنو هذا التقارب وشنو هذا الخلاف؟ حسب المعلومات والتسريبات التي وردت من اجتماع يعني في الاجتماع في بيت العامري بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كان هنالك اكو خطوط عامه رئيسيه تم الاتفاق عليها، وهي رئيس وزراء يكون توافقي. هاي نقطه راس سطر، يعني رجعنا لنفس المحافظ عفوا، والوزراء يتم توزيعها وفق الاستحقاقات الانتخابيه. هنا يبدي الخلاف. هسه احنا اتفقوا بالخطوه الاولى انه رئيس وزراء هو توافق بيناتهم، راح يتفقون على رئيس وزراء من يكون، وهنالك ورقه يعتمدونها، ولكن الوزراء كيف يتم توزيعها؟ عفوا. نعم. جدا. شلون يتم توزيع الوزراء؟ يتم توزيع الوزراء حسب التسريبات بانه على اساس الـ يعني النتائج الانتخابيه او من فائز، يعني هذه الحصص. وهاي تتوزع ايضا بيناتهم، فبالتالي هنا تفقد الحكومه من معيارها بمقياس الاغلبيه او معيارها التوازني. هذا راح يبتعد تماما، راح ترجع الامور كما هي، محاصصه تتوزع عليهم بيناتهم ويتم الاتفاق عليها ويصوتون عليها بالبرلمان، والبرلمان هو طيب ما يعني الذي ميزان عدم الخروج من هذا الإطار. نعم سيد نوري، ما الذي يعنيه أن يخرج هادي العامري في مؤتمر صحفي اليوم يؤكد فيه تزوير الانتخابات؟ ما الذي يحاول فعله هادي العامري بهذا المؤتمر؟ نعم، شوف، هادي العامري خرج بهذا المؤتمر، وحقيقة بحسب ما تحدث لم يأتي بجديد، يعني هذا ما سوف يقدمه للمحكمة كما يدعون بأنه يعني أدلة على التزوير وغير ذلك، هذا لم يأتي بجديد، لأنه هم قدموا نفس هذه الطعون، والمحكمة في مفوضية الانتخابات صادقت على الانتخابات وبنتائجها الحالية، فبالتالي لا يوجد جديد بما طرحه غير
غير نقطة أساسية، يعني الخروج بهذا المؤتمر دليل على أنه هم لم يتفقوا في الاجتماع مع مقتدى الصدر على توزيع المحاصصة بيناتهم كما هي، لأنه يعني زعيم التيار الصدري يضغط باتجاه الحصول على مكاسب أكثر ما يمكن من استثماره باعتباره هو الفائز الأكبر بالنسبة له، فبالتالي هو يريد يحصل أكثر شيء، وهم يضغطون باتجاه أنه هم لازم يحصلون مكاسب من عندهم، فهذا كله وسائل ضغط للحصول على نسبة أكثر في الحصن الحكومة. إذا لا ترى جدية من قبل الصدر في ادعائه بأنه سوف يتجه نحو تشكيل حكومة أغلبية، وإنما هو يعني يضغط باتجاه يعني تحصيل مكاسب سياسية أكثر. نعم، شوف، بغض النظر عن هو يذهب صدق النوايا وعدم صدق النوايا، بغض النظر عن صدق النوايا وعدم صدق النوايا، ولكن هنالك عوامل رئيسية تضغط باتجاه ماذا يريد التيار الصدري، ماذا يريد زعيم التيار الصدري، وماذا يريدون الكتل الأخرى. هل الرغبات مختلفة تماما عند القوى السياسية الموجودة، معاييرها بشكلها العام؟ لا، هنا أنا ما يعني لا يمكن أقول أكو فرق ما بين عفوا الرغبات بشكل عام. الجميع يرغبون بالحصول على السلطة، وحصولهم على السلطة هاي وفق المعايير التنافس والتسابق السياسي، شلون أقدر وشلون أقدر أضغط حتى أحصل على حصة أكثر بالحكومة، إذا كان تيار صدري أو حزب دعوة أو حتى الكتل الأخرى. النقطة الأساسية عفوا اللي تخلينا احنا أمام قضية مهمة جدا، بأنه العراق لم يخرج من المحاصصة، لم يخرج من المحاصصة. الحوار على رئيس الوزراء أو الكتلة الأكبر من ما زال في إطار الكتل السياسية الشيعي، لم يخرج من ذلك. من هو اللاعب الأساسي في توزيع هذه الأدوار الآن؟ هل هي إيران أم من؟ شوف، اللاعب الأساسي في توزيع هذه الأدوار يعني عندنا بالعراق هو لاعبين أساسيين، هما إيران وأمريكا، هذا قاعدة أساسية. لا إيران تريد خروج العراق من المحاصصة، ولا مصلحة أمريكا خروج العراق من المحاصصة، لأنه خروج العراق من المحاصصة يعني إعادة العافية، يعني قوة العراق، بالتالي العراق عندما يكون متعافي قوي، إيران وأمريكا لا يمكن لها أن تلعب به كما تشاء. فبالتالي هذا المعيار الأساسي عند اللاعبين اللي هم أساسيين بالعراق، أمريكا وإيران، لا يمكن الخروج من الأزمة في المحاصصة الطائفية. وقلت لك هذا خير دليل، ما زالت القوة السياسية المتحكمة في الكتلة الأكبر هي القوى الشيعية. ليش القوى الشيعية؟ مو اكو قوى واحزاب اذا كانوا هم صادقين بالنوايا ويردون على انه هي كتلة وطنية وحاضرة للطائفية، او يعني حكومة أغلبية لا شرقية لا غربية، يخش ليش ما يصير اجتماعات ويا الاحزاب الاخرى؟ الاحزاب الشيعية السنية، الاحزاب الكردية، غير ذلك، ليش الجميع ينتظر ما يخرجون به ككتل شيعية حتى يتم التفاوض فيما بعد على الحصص الباقية؟ بمعنى أنه القوى السياسية السنية والكردية وحتى الشيعية هم لا غير مختلفين، متفقين على أنه حصة رئاسة الوزراء يجب أن تكون في إطار الأحزاب الشيعية. اتفقوا وتعالوا بعدين نتفق بيناتنا من هو رئيس الجمهورية ومن هو رئيس البرلمان. نعم، هاي ما دام احنا في هذا الإطار، بمعنى أنه لا يوجد حكومة أغلبية ولا وطنية أبدا بالمطلق. إذن الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.